السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف الحال ديالكم اليوم؟ لأمر الله عندنا واحد الذكرى عزيزة، هي ذكرى مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. واليوم السحارة تيتجندوا كامل هذا الشهر، ولكن خاصة الأسبوع هذا، وفي الليلة اللي تسبق العيد، خصوصا الليلة اللي سابقة العيد، ليلة الأربعاء، وهي يوم الشر. ليلة الشر عند السحارة شحالوا فيها الشر، شحال ديال الناس من العيد للعيد تيذبحوا، شحال ديال الناس من العيد للعيد تيشتفوا الجاج، شحال من الناس من العيد للعيد تيتحيروا، شحال الناس من العيد للعيد تيشعلوا الشمع. كل تشعل الشمع زراق، كاين اللي خضار، كاين اللي حمار، كاين اللي بياض، كاين اللي كحال، كاين اللي عنده ميرا، كاين اللي عنده تاجا، كاين اللي عنده حموق، كاين اللي عنده حمادي، كاين اللي عنده شمعروش، كاين اللي عنده السيح، كاين اللي عنده هادو اسماء. وغير الاسماء الحقيقيه راه ماشي هما هادو، هاد الناس هادو عندهم الاسماء، راه ناس شرفاء جواد صالحين، ما تيخلوش الانسان يذبح، ما يخلوش الانسان يتحير، ما يخلوش الانسان ياكل الدجاج. غير هما تيخلقوا، كاين واحد الشياطين تياخذوا الاسماء ديالهم. مثلا كحنا كبشر، انا سميتي محمد، راه كاينه ملايير ديال محمد، هذا سميتو عباس، ملايير ديال عباس، فاروق الملايير ديال فاروق، مصطفى الملايير ديال مصطفى، رشيد الملايير ديال مصطفى. هكذا هما تما تياخذوا الاسماء، بحال تاخذ الصفة بالنصب وبالاحتيال، يحتالون على الأسماء لكيهم الناس أنهم هم، لكي يرغموهم ويوسوسوا لهم أن يقوموا بأعمال خبيثة وشركية. وكما نعلم نحن إخوتي أخواتي أننا نحن لدينا يوم واحد في السنة الذي نقوم بالذبح فيه قربان لله، وعيد الأضحى، مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان قرآن يمشي بالناس في تلك الآية، أصغر آية في كتاب الله، أصغر سورة في كتاب الله أعتذر، هي بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ولم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا الله عز وجل ندعو على غير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأنصاب والأزلام، يعني هنا حجرة شجرة كرمة إلى آخره. الجن الشيطان، لأن الجن أكثرهم شياطين، قليل فيهم المؤمنين الصالحين. المؤمن ما تعمروش وصل ماشي شعوذة. أن الجن ما تعرفش بحال البشر، أن ما تخرجش معاه الكلمة أو ما تشوفهاش معاه الكلمة أو صافي. الجن بحال تدير مع كونترا عقد، يعني تذبح تذبح، إلا ما ذبحتيش غيبقى ينتقم منك، وينتقم من ولادك، وينتقم من مرتك، وينتقم من الدرية ديالك. شحال ديال الناس، شحال حالات تعرضوا لي أنا، الناس ماتوا كانوا تياكلوا الحلو، تيشعلوا الشمع، تيذبحوا، وولادهم اللي ما كملوش العادات تأذوا، كاين اللي تبقى تعزي في الزواج، كاين زوجات ما ولداتش، كاين اللي خرجوا عندهم مجانين، كاين بزاف. الله يشافي الجميع والله يهدي الجميع. لهذا الانسان اللي تيذبح في النار حذاري حذاري، ثم اخي من الذبح. لكن واحد النوع ديال الجن تيطيح الانسان في النار والبارح، علاش؟ تيكون الانسان جائع، تيذبح الانسان تيشرب داك، تتقود داك الجني من داك الدم، كما واحد النوع ديال الجن تيتقوى من الدم الزهري، الدم الحلو. هكذا لشي انسان باقى مو في الحياه وكان تذبح او تاكل الحلو او تشعل الشمع او تدير الاعمال، راه كاين العلاج. كاين ايه، وكاين واحد النوع ديال السحر تجد الثاني، كاين ايات لمنع تجد السحر، كاين هناك عدد من الطرق الوقايه من السحر قبل وقوعه، هناك ايات قرانيه للوقايه من السحر، وقد ورد الاشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان تلاوه الايات تساعد الوقايه من السحر، ان يتعود الانسان بكلمات الله من شر ما خلق الى اخره. راه تعرفوا الحديد ديال الشعله ديال الشيطان اللي جا يحرق ابليس، ما تراوش اسم الشياطين ما تحرقوا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الارض السماء والسماء العليم، يقول مرة الفجر وعلى كل صلاه، صلاة الصبح، الأول ديال البقرة، الأخر ديال البقرة، آية من سورة الأنفال، آية من سورة الأخرى سورة الأعراف، البروج فيها سر العظيم، سورة صاد، سورة الجن، سورة التغابون، ما يعرف بسور القيامة، سورة القيامة وسورة التغابون وسورة الغاشية وسورة الزلزال وسورة كاين ماشي خمسة الآيات تتعرف سورة القيامة تذكر فيهم أهوال القيامة. فيهم سر عظيم اخي اختي، واللي عنده شي حاجه مرحبا، واللي بغيت تكمل العاده كاين الطريق كيفاش تكمل العاده. ولا تنسوا الدعم والاشتراك والبارطاج، الدلاله الخير كفاعل من اجل انقاذ الناس، لا نبتغي سوى مرضات الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك، لا اله الا انت، تولي في الدنيا ونصير في دار المقام. وتبعونا مازال هناك فيديوهات، هناك مازال خير كثير ان شاء الله.